إلى ذلك سلم اليازجي الرعية هدية متواضعة ورمزية عبارة عن صليب مقدس ومبخرة، وبدورها قدمت الرعية لليازجي أيقونة السيدة العذراء. وفي الختام استقبل اليازجي المؤمنين في صالون الكنيسة ومنحهم البركة المفعمة بالمحبة، وتبادل والجميع الصور التذكارية. من أرض الأداسي سوريا مشاهدينا، كنا معكم بهذا النهار الطويل وتحديدا من أمام كنيسة مار بولس وبطرس في منطقة المتن الساحل طرطوس. ليا معماري، حسام صليبي، تلال ميا، نورسات.